باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع أمين. يقول كذا: كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه ومريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. ده عند الصليب. بعدها على طول كده يقول: وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق. امبارح هي كانت عند الصليب، أو أول امبارح كانت عند الصليب يوم الجمعة، والنهاردة هي أول واحدة راحت تشوف المسيح وتعمل معاه الواجب اللي أملاه عليها الحب اللي زرعه ربنا في قلبها، أنها تاخد حنوط وتروح للقبر باكرا جدا والظلام باق. حد من الآباء قال قول كده يقول: شهية هي أخبار القديسين في مسامع الأبرار. تحسوها أنتوا كأبرار عايشين في النعمة، تحبوا سير القديسين. ليه؟ عايزين تعرف الناس اللي أنتوا هتروحوا تعيشوا معاهم في الأبدية. شهية هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء الأبرار. كلامنا النهاردة عن ست عظيمة قديسة طاهرة. العالم كله يعيش يذكر محبتها اللي من القلب، طلع من القلب كده لشخص الرب يسوع، مريم المجدلية. ولما بنقول مجدلية زي بنقول المرأة السامرية، بس المرأة السامرية الكتاب دار علينا اسمها الحقيقي، لكن سماها باسم السامرية، زي لما يقولوا أبونا شنودة من مغارب، نسيت اسم أبويا واسم جد واسم كل حاجة، بسهل على الله، اتلقبت بلقب البلد اللي أنا عايش فيها مريم المجدلية. ويقولوا المؤرخين اللي حضروا حياتها، ومنهم المؤرخين اليهود اللي عصروا اللي بعد السيد المسيح على طول، مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس قال إنها كانت امرأة غنية جدا، غنية جدا، من قرية أو من مدينة اسمها مجدة. الكتاب أكد على حكاية إنها كانت غنية جدا لما ذكر عن مريم المجدلية والأخريات أنهن كنا يخدمن المسيح من أموالهن. ناس ربنا عطيها نعمة إن معاها فلوس ومش عارفة تعمل إيه غير إنها: يا رب من يدك أعطيناك. إحنا مش عارفين نعمل معاك إيه، لكن أنا لا أعرف أوعظ ولا أعرف أتكلم ولا أعرف أفتقد ولا أعرف أعلم في مدارس الأحد، لكن عندي بركة أنت بتديها لي وعايزنا أخذ بركة الخدمة معاك. مريم المجدلية امرأة غنية جدا، ولما حبت ومشت ورا المسيح ما بخلتش عليه بأموالها، ومع إنها من بيت راقي جدا وبنت ناس بهوات يعني باللفظ البلدي، لكن كانت مربوطة بسبعة شياطين. انتوا عارفين قبل ما جاء المسيح وتجسده وفداءه وخلاصه كانت كل البشرية مضروبة تحت سلطان إبليس، له سلطان أن يضرب وله سلطان أن يأذي وله سلطان أن يصيب بالأمراض وله سلطان أن يصيب بالعجز. عشان كده تلاحظوا أحياناً ان مجرد الرب يسوع ما يقول لواحد مغفورة لك خطاياك، قم احمل سريرك وامشي، المرض اللي عندك سبب الشيطان. من ضمن الشخصيات اللي ربنا كشفها لينا
كانوا تحت سلطان إبليس مقيدة بسبعة شياطين. يقول عنها الكتاب كده: مريم المجدلية التي أخرج منها الرب سبعة شياطين. سبعة عدد الكمال، يعني كانت إيه؟ مليانة من هنا لهنا. اتحجج فيها قول الكتاب في سفر أشعياء: أنادي للمأسورين بالإطلاق وللمنسحقين بالحرية. وتحجج فيها قول الكتاب: ما جئت لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. وتحجج فيها قول الكتاب لما قال: محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت ليك الرحمة. حتى اللي مربوطين بالشياطين، أيوة، ما لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ودول مرضى مقيدين قيود في أجسادهم وفي نفوسهم وفي مشاعرهم وفي بيوتهم وفي أشغالهم أحيانا وفي مصالحهم وفي علاقاتهم، مضروبين بضربات من إبليس. ودي يعملها عدو الخير، يحاول يشككنا في قوة إلهنا، فأحيانا يضربنا ضربات كده من تحت الحزام. لكن الله يحمي أولاده، تناوله بالاعتراف وبالتوبة وبالمواظبة على وصاية النعمة، الله بينجينا من فخاخ إبليس المتقدنا. احنا في وشية المرضى حضراتكم، واحنا بنصلي في رفع خور باكر اللي يجي بدري، ابونا يصلي يقول ايه: لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، يا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين. حتى المقيدين بقيود ابليس لك سلطان يا رب ان انت تحررهم، لان المقبوض عليهم في عبودية مرة والمعذبين من الأرواح النجسة. أبونا يرفع صوته كده ويقولها بصوت جوري: يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم. ما انتوا فاكرين الكنيسة لما تعمل الحكاية دي في الكلور بتقولوا كده وبس كل يوم أبونا مجبر أخاك لا بطل انه يقولهم؟ لا، ده احنا بنقولهم عشان الشعب كله يصلي مع أبونا ويقول يا رب ارحم، عشان الصلوات دي تطلع كبخور طاهر قدام عرش النعمة، فيرد السماء ترد علينا بملائكتها وبقديسينها، ويساعدوا المقيدين بالأرواح النجسة إن هم يتحرروا من الخطيئة. عشان كده الكنيسة بتصلي بإيمان صلاة أوشية المرضى دي من أجل المقيدين بالأرواح النجسة. لينا كلنا هذا الإيمان، لينا إيمان إنه بنعمة ربنا وبقوة المذبح لنا سلطان، إنه إبليس ما يقدرش يسيطر على بيوتنا تاني، ولا يضربنا الضربات دي تاني، ولا يحطنا تحت رحمته، ولا أعمال تسري علينا، ولا أسحار تسري علينا، ولا حسد، ولا رقية. قال له كده في سفر التثنية: اسمع يا إسرائيل، متى دخلت الأرض التي أنا معطيك إياها لا يكن فيك من يعرف عرافة، ولا من يرقي رقية، ولا من يجيز ابنه أو ابنته في النار. يعني ليس لإبليس سلطان على أولاد الله. عشان كده احنا محميينها، كنيستنا بتعلمنا ان احنا بنصلي أوشية المرضى كل يوم مخصوص تحمي أولادنا زيادة وزيادة من أي حرب من عدو الخير. مريم المجدلية اتذكرت في الكتاب كده 14 مرة، 14 مرة، 8 مرات اتذكرت مع الخادمات المريمات التانيين، زوجة كلوبة وبقية المريمات وأم يعقوب ويوسف. وكانت دايما لما تتذكرش الست العذراء تتذكر هي في الأول على طول، لكن لو اتذكرت الست العذراء زي الإنجيل اللي أنا قريته ده تتذكر الست العذراء في الأرض لأنها والدة الإله. واتذكرت 5 مرات لوحديها، 8 مرات مع النسوة اللي بيخدموا معاها، و5 مرات اتذكرت لوحديها في أحداث الصل وأحداث القيامة، ومرة واحدة اتذكرت مع الست العذراء بعديها على طول. مريم المجدلية بعد ما الرب يسوع مد ايده وشفاها
يا ترى رد فعلها ايه؟ واحد سابت بيت ابوها، الله. تاني مرة دي نسمع الحكاية انه اللي يحب ربنا بيسيب كل الدنيا عشان ما عندوش غالي، ما عندوش غالي. حيثما تشاء ارسلني. يا مريم ده انت بنت، ده انت المجتمع ما يسمحش ان انت كل يوم تباتي في حتة، وابن الانسان اللي انت رايحة تمشي وراه ليس له اين يسند. يعني انت مش ماشية ورا واحد بيه هينايا كل يوم هتباتي في فندق فايف ستار، لا، ده انت هتروحي يوم هتباتي في الغابات، ويوم هتباتي بره باب المجمع عشان الستات ما يدخلوا الجو، ويوم هتنامي في الشارع. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. انا بنته وانا قبلته كمالك على حياتي، خلاص ما عنديش استعداد ان انا افرط فيه. ما صدقت لقيته، سابت بيت ابوها وتحقق فيها قول الكتاب من ترك ابا او اما من اجل اسمي ياخذ هناك ملكوت السماء وهنا ميت. اتحولت من اناء للهوان لاناء للكرامه، زي ما بيقول الرسول بولس كده، هناك آنية للكرامة وآنية للهوان. يعني ايه آنية؟ حاجة بنعمل فيها الأكل. في واحدة شاطرة تعمل أكل حلو فصارت الآنية آنية للكرامة، في واحدة خايبة ما بتعرفش تعمل بتحرج الأكل فبوظت فصارت آنية للهوان. في واحد ياخد جسده ده ويستخدمه المجد المسيح، ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هيكل للروح القدس؟ من يفسد هيكل الله فسيفسده الله. وفي واحد يقول لك يا عمي ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، احنا نحيا النهارده ونموت بكره، انا ماليش دعوه لا بالله ولا بغير الله. صارت اناء للكرامه، تحولت من انسانه مربوطه وشيطان بيعذبها ويبهدلها ومنظرها وحش قدام الناس، منظرها وحش قدام الناس. وانتوا عارفين الشيطان لما كان يمسك حد كان بيعمل فيه ايه؟ اجروا كده الناس اللي اخرج منها الله ارواح شريره كان شكلها ايه قبل ما تشفى. وانتوا تعرفوا مريم المجدليه كان حالها ايه؟ صارت اناء للكرامه، اناء للحب، اناء للطهاره، اناء للوداعه والخدمه. وقالت كده انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام، من وضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. ما غلبهاش عدو الخير ويقول لها انت نسيت يا مريم كان وضعك ايه؟ بقى انت جاي تصلي في القداس، نسيت انت كنت عامل ايه زمان؟ انت فاكره يعني وقفتك في الصلاه هتنسي ربنا؟ انت كنت ايه زمان؟ وعدو الخير يشككنا في ان لينا خلاص في المسيح. انت داخل تتناول وانت زمان عملت كذا وكذا. انا انت تفكرني ليه؟ ده ابونا لسه جاي لي في القداس ومن تذكار الشر الملبس الموت. مريم المجدلية قديسة لأنها تركت كل الماضي بكل نجساته بكل شهواته بكل ظلمه وبكل قيود إبليس وقالت إيه؟ خلاص، من وضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، من يفصلني عن محبة المسيح؟ وقالت كده إيه؟ لما تيجي تبص الغرب كده ترجع للذاكرة الوراء وتفتكر أيام ما كانت مقيدة من إبليس وتقول له إيه؟ مش تقول له اشتكت لك ولا نفسي ارجع لك ولا اجحدك ايها الشيطان. كل ايامك السودة وكل جنودك الرضية وكل افكارك وكل حيلك المضلة اجحدك اجحدك اجحدك. وابص على الشرق كده واقول له اؤمن بيك ايها الرب يسوع، اؤمن باله واحد الله الاب. دي المجدلية، شوفوا التغير اللي حصل. هي دي حلاوة العشرة مع ربنا، ان الواحد كان وحش وبقى حلو. الواحد كان وحش وبقى حلو. والواحد يعيش طول عمره يقول له أنا يا رب خطيئتي أمامي في كل حين، أنا وحش بس مش هفتكر الخطايا اللي أنت غفرتها لي، أنا هفتكر الخطايا اللي لسه ما قدمتش عنها توبة. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أعيش أقدم توبة كل يوم. دي المجدلية. في حتتين صغيرين بسرعة كده. المجدلية وقت الصليب،
وقت الصلاة. هقول لكم على حاجة حلوة يعني تفتكروها. احنا كمسيحيين مدللين. يعني ايه مدللين؟ يعني مولودين وفي بقنا معلقة ذهب. احنا مولودين في النعمة. فيكم حد تعب في الإيمان؟ أبدا. قليلين اللي طلعوا شربوا المر على بال ما يبقوا مسيحيين، لكن احنا كلنا مولودين في النعمة فما تعبناش. عشان كده أول ما يظهر المسيح مصلوب في حياتنا تلاقينا نقل، عشان مدلعين، عشان خدناها بالجاهز، عشان اتولدنا في 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 عز المسيح. فلما يظهر المسيح مصلوب في حياتنا شوية ألم وشوية تجارب وشوية دقاق، آه، ونصرخ بالصوت العالي ده وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله أيضا. الناس اللي جاية من 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 ثقافات بعيدة أو من من ديانات بعيدة عن المسيح أو ما ضاقوش المسيح غير على خبر، تلاقيهم كده في وقت الألم مصلوبين الطول مشدودين، لأن هم تعبوا على بال ما دخلوا. فالمسيح المصلوب بالنسبة لهم الحاجة العادية. أحيانا نعيش حياتنا كلها المسيح بالنسبة لنا الحلو المسكر اللي بيدينا كل حاجة. يا أبانا الذي في السماوات، طول ما أنت بتدينا هنصلينا، ما تديناش ما نعرفكش. أول ما ربنا بس كده إيه يقول كده إيه، من يحبه الرب يؤدبه، أنا هدوس عليكم شوية. لا الله وكده ما اتفقناش على كده. أصل إحنا عايزين، لاحظوا معايا بس، إحنا عايزين صليب إسفنج عشان ما يجرحش في الكتف. واخدين بالكم؟ جربنا يا رب، بس جربنا تجارب كده إيه يعني حنينة ولطيفة وحلوة وما تتجلش علينا. الله، طب ما لا تدخل السماء ازاي ان شاء الله؟ علامة من علامات دخولك السماء ان انت مجروح وضيق الالم هنا، صح ولا انا غلطان؟ المسيح مصلوب ومجروح ومطعون، مين اللي هيدخلوا معاه؟ هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل، يعني طالع عينيهم في الارض من محبة في الملك المسيح. لكن اللي هيدخل ده يقول له أنا قبلتك ملك على حياتي، هللويا مجدا السلام، أنا داخل على حساب الدم، أنا داخل خلاص. تعبت في حياتك على الأرض وجهدت وأكملت جهادك حسب المسلم لك من القديسين، لا خليك بره، أنا عايز الجماعة اللي شالوا صليب بحد وحد. مريم المجدلية تصوروا إنسانة شفاها ربنا ونجاها وأبرأها من قيود إبليس، فمشت تحت رجليه طول العمر. فجت لحظة الصليب الوحيدة اللي ما سبتوش لغاية ما نزلوه من على الصليب وكفنوا. أبدا ما سبتش يا ست، روح انت مش راجل عشان تقف في المواقف دي. لا، دخلت معاه بيت بيلاطس وطلعت معاه لما اتجلد، وشافته لما شيلوه الصليب وضربينه وطلعينه لغايه الجلجسة. قلب كده تقول ده حبيبي ما سيبوش، هو انا افتكره لما يتدحل ويديني كل حاجه واجي ساعه الزنقه واسيبه؟ لا، ده الهي وده الصليب اللي هيفديني. فاكرين الترنيمه اللي كانت بتقول بالصليب رب فداني، بقيامته اقامني واحياني، بالصليب رد كيالي فتح لي باب الفردوس. متهيج لي الترنيمة دي قالتها مريم المجدلية وهي بتبكي على المسيح المصلوب، بس فرحانة برضه وتقول هو الصليب ده اللي هيرد لي كياني ويخلي لي مكان في الفردوس. مجدلية ما سابتش المسيح تساعد يوسف الرامي ونيقوديموس في ان هم ينزلوا الجسد. قلبك يا مريم كان مستحمل تقول ده حبيبي ما سيبوش. قعدت لغاية ما سابت المسيح وهم بيكفنوه ويدخلوه القبر، وقالت كده أكتر حاجة تخليني أعيش في التوبة إن أنا أبص على المسيح المصلوب والمسيح المجروح والمسيح المتألم.
عشان كده ركزوا معايا في الجسمة اللي بيقولها أبونا ويصرخ أبونا في القداس ويقول يا جراح المسيح جرحيني بحربة الحب لله. هو ما بيقولهاش منظر ده، بيقولها عايز يدوب اللي ضقته مريم المجدلية هو يقف قدام المسيح المصلوب اللي مات من أجلي عشان يحييني. يا جراح المسيح جرحيني بحربة، ضوقين الألم اللي ضاقه المسيح. كل يوم أتألم دي علامة حب من ربنا، كل يوم أعيش مع المسيح في تجربة أنا بدوق حب، ده هو بيحبني قوي وبيضوقني الطعم اللي ضاقته مريم المجدلية قدام الصليب. يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي، يا دم المسيح اسكرني بحب من مات من أجلي. دي مريم المجدلية عند الصليب. عايزين نقدم توبة نقية كل يوم، لازم أبص على المسيح المصلوب كل يوم. أنتم الذين رسم المسيح إيه؟ بصوا مصلوبنا في الكتاب اللي قال مشان، عشان كده الكنيسة قالت كده، لا خلاص للمؤمنين ولا دخول لقدس الأقداس غير من خلال المسيح المصلوب، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. عايز حياتك تفضل مستقيمة كل يوم، بص على المسيح كل يوم وقول له خطية اللي عملتها النهاردة من الصبح لغاية دلوقتي هي اللي خلتك مصلوب الصلبة، حقك علي، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. المجدلية عند الصلب. العنصر الثاني كده أو الكلمة الثانية، المجدلية والقيامة. عارفين عروسنا شيت الأنشاد لما قالت أنا نائمة وإيه وقلبي مستيقظ؟ نقولها تاني، أنا نائمة وقلبي مستيقظ. يهيأ لي، وده اللي حصل، متهيج لي 100% كلامي حقيقي، إنه مريم المجدلية ما نامتش من لحظة ما دفن المسيح في القبر لغاية يوم ما راحت له في فجر الأحد، ما يجيلهاش نوم، لأنها لسه ما قدمتش التقدمة الأخيرة بتاعتها اللي هي الحنوط. أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك، زي ما أبونا بيقول في القداس. قعدت سهرانة لغاية فجر الحن، وراحت فجر الحن، وهي في داخلها إيمان قلبي بالكلمة اللي قالها الرب يسوع في يوحنا 14 وهي كانت حاضرة، الذي يحبني أظهر له ذاتي. وهي بتموت فيه، مش بتحبه بس، بتعشق عشق كده، عشق المفدية للفادي وعشق الخاطي للفادي المخلص اللي بيحررنا واللي بيغفر لنا كل ذنوبنا. الذي يحبني أظهر، انت اللي قلت هتظهر لي ذاتك، انا عايز اشوفك. ادي سنين طويلة في تجارب ضوّقني النصرة، بقى ضوّقني النصرة. عشان كده الكنيسة بسبب مريم المجدلية وذهابها باكر للقبر راحت عاملة حاجة اسمها صلاة باكر في الإجبية. ليه؟ عشان تضوّقنا مشاعر مريم المجدلية وهي رايحة تشوف المسيح القائم من بين الأموات، تجري بكل طاقتها زي ما انت كده بتصحى بدري وتجري على الكنيسة بدري. ليه؟ لأن من يبكر إلي يعمل إيه؟ يجدني. وبتجري وهي نشيطة وفرحانة، أنا مش رايح مكتئب الكنيسة، ده أنا رايح فرحان عشان هقابل ملك الملوك ورب الأرباب. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب إيه؟ ما بنيجي زعلانين أحياناً الكنيسة ليه؟ بنيجي مضرورين ليه؟ بنيجي أحياناً متغصبين ليه؟ لا ما تجيش، إن ما كنت جاي فرحان وجاي مسخطط وجاي هتقابل ملك الملوك ورب الأرباب ملهاش لازمة المجاية. لازم تيجي وانت فيك مشاعر مريم المجدلية، الذي يحبني أحبه وأظهر له ذات. جت بكل طاقتها وكل مواهبها وكل إمكانياتها وقالت له كده، أقدم لك يا سيدي علامة حبي، شوية حنوط أحطهم على جسدك الطيب. قال لها يا مريم انت جاية وفكر ان انا لسه نايم في القبر؟ مش انا وعدتك الذي يحبني أحبه
وأظهر له ذات. وحج محبتك ليا اللي طلع من القلب، أول واحدة تشوفني قائم من بين الأموات أنت. الله، هي دي حلاوة العشرة مع ربنا بقى. لما ربنا يدوب فينا حد مشتاق ليه يظهر له ذات، يدوقها في جريتك للإنجيل، تلاقي نفسك مستمتع في الإشبية ما بتملش، في الجداف مزخطط وطاير ومش مشتت، في التناول حاسس ان انت واخد الدنيا كلها وطالع مبتهج. هي دي العشرة مع ربنا، اظهر له ذاتي بس يبقى من الجنة. تبكي يا مريم، خلاص عدى زمن البكاء، هو الان زمن الافراح. الان هدوقك الرؤى، هوريك المسيح القائم من بين الاموات، وهوريك النصرة، وهوريك الملائكة والقديسين حواليا، واخليك اول واحدة تشهدي على القيامة. اذهبي وقول لهم اني قمت وان انا جايين لهم. وعشان كده خدنا دي ورحنا حطناها في القداس وقلنا ايه، امين امين امين، كلنا مريم المجدلية، بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك وصعودك الى السماوات نعترف، نسبحك نباركك نمجدك. الله، تفكرين الكنيسة رصتهم كده أو أنت الحاجات؟ لا، كل حاجة جاية. مريم المجدلية، كلنا مريم المجدلية في اللحن ده لما بنقول أمين أمين، ودوجتنا القيامة معاها كل يوم. المجدلية آخر كلمة كده، المجدلية بعد صعود المسيح، مزخططة وفرحانة، حبيبها جاء من بين الأموات، وطلع كل كلامها عنه حقيقي، طلع هو ملك الملوك ورب الأرباب، وطلع له الذي له سلطان على قوات الظلمة، وطلع الفادي، وطلع المحرر. الله، ده المسيح ده طلع حلو جاو، ده احنا مش هنسيبك، خليك قاعد معانا. يقول لها اسكتي، ده انا لو قعدت معاكم مش هتستفادي زي لما اصعد الى ابي وابيك وارسل لكم معزيا يمكث معكم. هو في احلى منك؟ ايوه، في ان انا هطلع للسماء اقدم نفسي ذبيحه عنكم، واقول لرب للاب السماوي ان كل الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد. طب وبعدين احنا نقعد يتامى من غيرك؟ لا، ارسل لكم معزيا يمكث معكم الى الابد، ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويعطيك. وانا ابعت لكم الروح القدس، ما تزعليش يا مريم، ده انا هديك الروح القدس المعز البراكليت اللي يفكرك بكل حاجه انا عملتها معاكي وانا على الارض، اللي هيفكرك بان انا المخلص، اللي هيفكرك بحياتك الخاصه وبخلوتك وبابديتك وبجهادك، الروح القدس الذي يبكت على خطيه وعلى بر، الروح القدس اللي هو روح القضاء والاحراق، الروح القدس اللي هو روح الحكمه والفهم والمشوره. هديك كل ده، تقول له خلاص يا رب انا موافقه، يلا بقى دوّرنا طعم الصعود ونشوفك وانت صاعد كده. وبعد 40 يوم من صعوده، ولا بعد 10 ايام من الصعود، يحل الروح القدس وتكون معاهم، ونالت بركة حلول الروح القدس، وتحولت مريم المجدلية من خادمة عادية بتخدم المسيح تحت رجليه كده لمبشرة. يقول التقليد عنها انه التلاميذ بعد حلول الروح القدس رسموها شماسة، ردت نساء كثيرات الى الايمان. ويقول عنها التقليد انها تبعت يوحنا الحبيب الى افسس وخدمت هناك. ويقولوا برضو ان من كتر ما ردت نساء كثيرات من اليهود الى المسيح عملوا فيها عمايل اليهود بهدلوها. وبعض المؤرخين بيقولوا انها جت في فترة في اواخر حياتها وركبت سفينة، نزلت بها السفينة في جنوب فرنسا، وهناك كملت حياتها. هو الكلام ده بعض المؤرخين، لكن اللي نعرفه ان هي راحت ورا يوحنا لغاية افسس ورجعت تاني. كنايس كتير على اسم مريم المجدلية في فرنسا، فسألنا عن السبب، قالوا اصل هي جت وعاشت و اتنيحت هنا، وعشان كده بنيت على اسمها كنائس كثيرة. الكنيسة بتعيد بعيد نياحة مريم المجدلية يوم 28 أبيب، وإحنا قاعدين كده كل واحد يطلب ويقول له يا رب
أنا زي مريم المجدلية. في يوم من الأيام أنا كنت بعيد عنك، وفي يوم من الأيام أنت رضيتني ليك، وفي يوم من الأيام أنا بدوق قيامتك كل يوم في توبتي، وبدوق عمل روحك القدس فيا بسبب أن أنا عايش معاك وبدوق النعمة كل يوم. مريم المجدلية التي نالت بركة التحرير من عبودية إبليس بيد الرب يسوع نفسه، ونالت بركة خدمة المسيح، خدمة بقلبها وخدمة بجسدها وخدمة بأموالها، ونالت بركة رؤية المسيح المصلوب، عشان كده عاشت كل حياتها تقدم توبة، ونالت رؤية المسيح المنتصر القائم من بين الأموات، ونالت نعمة حلول الروح القدس زي ما كلنا مدشنين بالروح القدس. لو قعدنا نتكلم عنها لغاية بكرة مش هيكفي، لكن عشان المعاد نطلب صلواتها وبركتها وشفاعتها. له المجد الدائم من الآن وإلى